قرصنة المناصب وبيعها في سوق المناصب السوداء الذي يركب موجته كبار الساسة في المحافظة بعد تبوؤهم مناصب أعلى، كتل سياسية ورجالات سياسة يمارسون سمسرة المناصب دون الاكتراث إلى ما يؤول إليه هذا العمل في واقع المواطن المتهالك. بالنسبة للمناصب واللي دا يرشحون ودا ياخذون مناصب نسويها مزايدة وبيع وشراء، واحنا المتضررين بصلاح الدين بالذات متضررين من قبل ومتضررين هسه، يشترون يبيعوا بالمناصب، وعوائل الشهداء اللي سهمة ما أخذ حقوقها، والناس طالب تعويضات ووعود كاذبة، وإحنا أصبحنا لا تعيينات لا راتب لا خدمات لا مثل العالم، شغل ماكو على الطالب بطالة. إحنا كشباب بنروح إذا هو المسؤول الكبير ده يبيع بهالقد كذا دو اللي حيجي الوراء إذا كان شلون أطلعها هم يبوق، أنا إيش مستفاد عاد أنا ابن العراق لو ابن من. المراقبون أكدوا ضعف القانون وتطبيقه في العراق بشكل عام، داعين إلى مجابهة هكذا تلاعب بمستقبل المواطن ومقدراته من خلال صفقات البيع والشراء للمناصب التي تصل إلى أرقام خيالية. اليوم إحنا محافظة صلاح الدين شهدت دمار ونزوح، بالتالي نحتاج إلى أعمار، نحتاج إلى خدمات. ما أعتقد اليوم المنصب إذا ينشر بفلوس هذا راح يقدر يخدم، راح يفكر شلون يطلع الفلوس اللي انطاها، والإجمالة الأرقام خيالية كلها بالملايين الدولارات. إحنا إلى متى نبقى هيك كأبناء صلاح الدين؟ لازم تجينا حكومة تكنقراط، لازم يجونا يعني على رأس الهرم يجونا ناس غير يعني من غير الكتل. للأسف القانون مو قوي بالعراق، علينا أن نقوي القانون، علينا أن نقف وقفة شعبية ضد هذا الاستهتار بمصير المواطنين، لأنه المواطن أهم، حياة المواطن أهم، الخدمات للمواطن أهم، وعليه اليوم نشوف المساومة والبيع والشراء بالمناصب، هذا شيء سيء جدا. احنا نطالب بوقفة شعبية كمنظمات مجتمع مدني، كحركات شعبية، يجب أن نقف بوجه كل من تسول نفسه له نفسه ببيع أو شراء المناصب. عزلة يعيشها المواطن بعيدا عن كواليس بورصة المناصب التي جعلت المواطن يراوح في دوامة نقص لا يعرف الخروج منها. جميل الغزالي، قناة رشيد الفضائية، محافظة صلاح الدين.